استاذ يسري نورت يا باشا. نورت. بص حاجة أحزنك. قالوا مين قبل واحد يتفاجئ بالأقصى؟ إن شاء الله سامحني حطيني فاتي بحطينا لنا في ربك الحق ولك المجلس العسكري مش المشير بس المجلس كله عشان عشان المشير هيجينا على طبعا وهتصوم لغايه ما يمشي هو ده مبدأنا. طب البديل ان يبقى في مجلس رئاسي هو ده اللي احنا قلناه من الاول بس احنا غلطتنا ان احنا سيبنا الميدان من الاول في اشخاص معينه معقوله وات ايفر مين اللي هيجي المهم ان هو مجلس مدني حتى لو هنحط من ضمنهم يبقى في واحد عسكري مش مشكلة بس ان القصة كلها ان اخر كارت لعب بالنظام السابق كان هو المجلس العسكري الناس فرحت لما مسك ملناش حاجة هو المجلس العسكري فشل خلال 6 شهور فشل في إدارة شؤون البلاد الفترة اللي خدها دي كافية جدا ان هو يقدر يدير شؤون البلاد في 6 شهور لو غلط في شهر يتعلم في الشهر الثاني ومن خلال الثورة كان المفروض ان اذا كان الشعب يريد فالثورة طعمه فأوامر الثورة من الاول من بدايتها ان هي كانت بتقول مجلس رئاسي مدني يشمل احد العسكريين بحيث ان الثورة طلبت في الاول وقالت مجلس رئاسي مدني والدكتور عصام شرف في تفاوض مع المجلس العسكري يعني عرف قال لنا ان المجلس العسكري بيقول يعني المجلس العسكري لما قال ان المجلس الرئاسي المدني قال ده حيطه حمراء مش خط احمر دي على لسان الدكتور عصام شرف بنفسه لما كلمنا الخيمه دي بتمثل اختلاف معين الخيمه دي بتمثل حركه اسمها حركه شباب مصر التوعيه شغلنا كله في الشارع شغلنا كله توعيه سياسيه وتوعيه اجتماعيه وتوعيه ثقافيه توعيه على يعني توعيه شموليه توعيه كامله في حته كمان ان الثوره طلبت من البدايه ما طلبت الثوره معظمها ما تحققش في خلال الست شهور دول كانوا يعتبر لو قلنا اختبار للمجلس العسكري فالمجلس العسكري اثبت فشل في اداره شؤون البلاد من اول الانفلات الامني من اول لحد تعيين الوزاره بتاعت عصام شرف حركه المحافظين حركه التنقلات اللي حصلت في وزاره الداخليه فشلت المساومات اللي بداوا يساوموها لاهالي الشهداء ان كانت المساومات دي كانت شقه و50,000 و100,000 جنيه على دم الشهيد ففين الدوله؟ فين النظام اللي تم اقامته بعد الثوره؟ هل النظام دوت مع الثوره ولا ضد الثوره؟ هل حد نزل لكم في تحرير؟ حد كلمكم من اي مسؤولين ولا اي حاجه؟ هو احنا ما شفناش غير عصام شرف لا انا في الفتره احد المسؤولين غير ثوريين معظم المسؤولين اثبتوا ان هم ضد الثوره زي شلة الوزراء اللي تعينت كلها ما كانش فيهم غير وزير واحد بس يعتبر الشعب المصري كله اجمع ان هو الوزير الوحيد اللي جه من رحم الثوره اللي هو وزير نبيل العربي وبعد كده لما اكتشفوا ان نبيل العربي يصلح ان هو ينهض حاجه اسمها يعني جامعه الدول العربيه اللي هي جامعه فاشله على مر العصور كلها اثبتت فشلها استخسروه فينا يعتبر كشعب مصري ان احنا يبقى عندنا وزير نبيل وعربي في نفس الوقت
فاستخسروه فاخدوه للجامعة العربية اللي اعتقدي عليه. هو لعل هو يصلح يعني بعض الدول وبما فيهم مصر يعني. بس بقى جامعة الدول هتقضي عليه زي ما قضت على عمرو موسى اللي كان صقر السياسة العربية في يوم من الأيام، فتم القضاء عليه. ففي الوقت الحالي احنا الآن يعني بينتقى من مصر يعني أسوأ ما فيها للوزارة، إن كان الوزير الجديد اللي هو العرابي اللي هو بيقول إن مبارك ملهم وجمال مبارك شخصية فزة، وأنا للعلم أنا شفت جمال مبارك وهو بيتعلم إزاي يقف على مسرح في قاعة المؤتمرات. كنت من أنا شغال في قاعة المؤتمرات جمعية الجيل بتاعته دي ولا جيل؟ لا أنا شغال في قاعة أنا موظف في قاعة المؤتمرات. أيوة. فشفت كل الأحداث الرئاسية اللي كانت بتتم، شفت البروفات اللي كانت بتحصل يوميا كل يوم بالليل قبل ما تتزع على المصريين على طيف المناوي إخراج أحمد عز، يعني أحداث الحزب الوطني كلها كانت بتتم بالليل، وأحداث لعيد العمال، أي أحداث رئاسية كانت بتعملها بروفا بالليل أحمد عز كان بيبقى هو القائم عليه، بيبقى هو المخرج بتاعها. وجمال مبارك لما كان بيتعلم يقف على مسرح ومع دكتور عبد المنعم السعيد ودكتور إبراهيم الفقي وفتح سرور وصفوة الشريف بيعلموه ازاي يقف على مسرح، وجايبين له 200 شاب من شباب الحزب اللي الواحد كان لما كان بيجي يتكلم معهم ويتعامل معهم يلاقيهم لا يفقهوا شيء في اي نوع من انواع السياسه، وكانوا بيقعدوا المفروض ان هم بيجوا يقعدوا يعني هم مكلفين ان هم يقعدوا ساعتين بس هياخدوا فيها 200 جنيه. المحاضره اللي هم بياخدوها بقى من جمال مبارك، عشان جمال مبارك رجل ضعيف ويعني وقليل الذكاء، كان بياخد 6 ساعات، لدرجه ان كانت ملامح الغباء بتاعته تبان على دكتور مصطفى الفقي بالذات. هو دكتور مصطفى الفقي كان بيقعد يتعصب ان جمال مبارك المفروض انت جاي تتعلم ساعتين، المحاضره بتاخد 6 ساعات، فبيتضح ان جمال مبارك غبي، بني ادم غبي وقليل الحيله وقليل الذكاء وقليل الموهبه، ضيع شيء. شكرا فرصه سعيده. شكرا. بص يا باشا خلاص الموضوع اهو، هو ده خلاص الموضوع. ايه خلاص؟ مسرحيه انقاذ الثوره. سوزان هانم. طبعا.